السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامري. هذا النهار إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع ديال على شحال كتولد الأنثى الأنانيب بعد ما كتنتف الشعر ديالها. كما كتعرفوا كيكون تلقيح صافي، كاين عملية التزاوج، كاين ماشي حمل كاذب، يعني صافي حنا متأكدين أنها غادي تولد، يعني البطن ديالها تنفخات او قمتم بعمليه الجص صافي، كاين هناك حمل. رانا دابا منين كتنتف الشعر ديالها، شحال واحد في لي كومونتير قال لي بلي راه الارنبه ديالي نتفت وبعد 5 ايام وراه باقي ما ولدتش. فعلا كتكون هذه المرحله هذه ممكن ان الارنبه يعني تنتف من بعد اسبوع، لان هي سمو كتكون وهاد القضيه ديال كتنتف قبل غالبا كتكون في يعني في التلقيح الاول ديالها، يعني اول مره غادي تولد. سمو كيوقع انها كتكون متخوفه ومتردة، كتبقى مسكينه يعني كتنتف الشعر ديالها لدرجه انها كتبقى شاده فمها وكتدور به. خلينا نمشي تعطيتيها مثلا شي تيبن ولا عطيتوها شي صوف ولا، راه كتكون كتنتف قبل، يعني ملي كتقلبوا الشعر ديالها انها منظمه بواحد الطريقه منظمه، يعني صافي راه ولدت، وملي كتقلبوا ما كتلقى والو، وملي كدوز واحد الاسبوع عاد هي كتولد. ممكن ان هذاك الشعر كتبدلو، هي كتخرجو عاوتاني وتعاود تدخلو، يعني كتكون متردة، كتكون خايفه. يعني نتوما ملي تشوفوها نتفت صبروا عليها، يعني مادام كاين الاجنه كاين في كرشها راه غادي تولد. بالنسبه يعني شنو تحطوا لها، ما تحطوش شي حوايج خشينه، شي حوايج اللي ممكن انها غير تاكلها غير هكاك. مثلا كاين اللي كيحط تيبن وكيحطوا لها قبل، ديما خاصك تكون عندكم واحد الاجندا وتقيدوا لادات، يعني التاريخ ديال فوقاش انها تلقحت وفوقاش ممكن انها تولد، باش انكم في القيته ديال بحال دابا انايا هنايا راه بيت الولاده ها هو راه مفتوح. عاوتاني هذه راه بيت الولاده مفتوح، علاش؟ لان عارف مقيد لادات فوقاش غادي يولدوا، راهم حاملين. ولكن بالنسبه لهادو ما كاينلاش، غادي راني ساد بيت الولاده. انتم راه هذه مسدود لها بيت الولاده كما كتشوفوا، وهذه كذلك راها مسدود بيت الولاده. علاش؟ باش ما تبقاش هي تدخل ويني تحس براسها بلي راه باغا تولد، وفي نفس الوقت حنايا يعني ما عطيناهاش الفرصه الاخيره باش غادي تولد. خاصنا نخليوها حتى تبغي تولد عاد باش نفتحوا عليها. يعني الا بقات كتدخل تمايا ممكن انها تنتف قبل من الوقت، لان انت بحال قمتي بواحد درتي لها واحد العمليه اوتوماتيكيه، يعني كتبقى تقول لها انني انا راني فتحت عليك دخلي تولدي. الا فتحتي عليها وقلتي لها دخلي تولدي، طبيعه الحال انها غادي تدخل وغادي تولد عادي. اما اذا كان الوقت باقي الحال عليها وفتحتي عليها البلاصه ديال الولاده، هي غادي تدخل وغادي تبقى كتقول واش راني خصني نولد. الا مشات حتى تنفس كيبقى يعني المربي حائر، كيقول واش راه كلات ولادها، واش نقلب، واش كاين شي دم تحت الصوف، واش. وديك الساعه كتوقع انك بقيتي كديرونجيها، بقيتي كتلامس هذاك داك يعني المكان ديال الولاده ديالها. ما هي المكان ديال الولاده ديالها خاصو يبقى في الايام الاولى خاصو يبقى سري، يعني هي اللي كتدخل له، هي اللي كتنظمو، هي اللي كتشم الرائحه ديالها. ما يمكنش تبقى كل خطره نتايا تبقى تفعصلها في المكان ديال الولاده ديالها، لا، خاصك تخليها على خاطرها. بالنسبه للاشياء اللي تحطوا لها، ما تحطوش شي اشياء خشنه، مثلا شي نقولوا فصه يابسه عندها شي عروش كبار ولا لا، ممكن انكم تحطوا لها يعني قليل من الصوف اللواط مثلا، ولكن اللواط كيخصك تبقى تمدوا، لان الدم كيبقى شاد في يعني في هو مثلو مثل الصوف، كيشد هذاك الرائحه وكيكون بكتيريا. خاصكم تبقاو تبدلوه كل نقولوا يومين ولا ثلاث ايام خاصكم تبقاو تبدلوه. اما بالنسبه للنجاره خاصكم تغربلوها، لان يعني هي غادي تاكل هذاك التفرتيت، يعني خاصها تكون نجاره ناعمه.
يعني تاع النجاره ممكن انكم ديروا يعني الغربال وتقعدوا تغربلوها، تحيدوا هذاك التفرتيت اللي مغربل اللي دقيق، وممكن انكم تحتفظوا بالنجاره لان هي كتشرب هذاك الدم اللي كيكون لا كتكون العمليه ديال القطع المشيمه، راه هي بحالها بحال الانسان، حتى هي كدير هذاك المراحل الاولى ديال 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 الولاده. اذا الحلقه ديالنا هي ديال نهار الثلاث، حاولوا انكم يعني تعاملوا مع الامور بذكاء، يعني الارانب مثلها مثل البشر، حاولوا انكم تعطيوها اهتمام يعني كل واحد تعاملوا معه على حده، يعني كل ارنب تعاملوا معه على حده. هو مثلا نعطيكم هذا مثال، هو ذكر هو واصل، ولكن من الصغر ديالو تبارك الله هو كيتحرك هذا التحرك هكا، يعني ذكر يعتمد عليه. لاحظوا ان هذا الذكر هذا من الصغر ديالو وهو يعني غير ما فيه حتى مرض ما والو، ولكن ما كيتحركش بزاف. انا كل حاجه خصكم تتعاملوا معها، هذا غير مثال عطيته لكم، يعني بحال الصغار ديالكم. كاين الطفل اللي نشيط وكيبغي ياكل بزاف ويتحرك ويلعب، وكاين الطفل اللي هادئ، كتعاملوا معاه هكا، كيخصو ياكل بشويه، خصو المهم هذا هو التعامل. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بير جيم باش ندعمونا نزيدو قدام ونعطيكم مواضيع اخرى ان شاء الله. تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.